مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربي. شرح اليوم هو عن تطبيق روزمان، وتحديدا عن طريقة التسجيل في هذا التطبيق. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طالب أن تشتركون بالقناة وتفعلون جرس لايك للفيديو. في بداية هذا التطبيق ضروري كل واحد هنا بألمانيا يكون عنده هذا التطبيق. هذا التطبيق راح يعطيك خصم 10%، يعني كل 100 يورو أنت راح تشتريها راح تاخذ تشتريها 90 يورو. النقطة الثانية أنه بعض الأحيان في خصومات على أكثر الأغراض اللي بيعوها، مثلا الشامبوات، العطور، أي شيء عندهم، عندهم أيضا خصومات ثانية 20 أو 30%. فضروري أنت تفعل هذا التطبيق، وتفعيله سهل وكل مرة راح يعطيك خصم. الآن طريقة التسجيل، أول شيء راح تحمله بالأبل ستور أو جوجل بلاي، بعدها تدخل عليه. هنا راح تسجل فقط بريد إلكتروني وباسورد، وراح تكمل الخطوات وراح يفتح. خلي أدخل أشوفكم الحساب مالتي اللي فاتحة بالروزمان. الآن راح أدخل على هذا حسابي اللي أنا مفعل دائما أشتري به. مثل ما تشاهدون هنا راح تظهر عندك هذه الصفحة بعد تسجيل الدخول. هنا الخصومات، إحنا راح نحتاج من هذه الصفحة هنا البروفايل، الحساب والتاريخ الميلاد، هنا كلها موجودة. وهنا إحنا نحتاج الكوبونز مثل ما تشاهدون. دائما تفعل هذا خصم 10%، يعطيك كل شهر تقريبا 2 أو 3. وبعدها هنا بالنسبة للشامبوات مثل ما تشاهدون هذا 20%، هنا هذول أيضا 24%، والسنسوداين عليه خصم هنا 3 أورو. ومثل ما تشاهدون هنا كلها خصومات. هذه بعد ما أنت تختار، أنا وجهة نظري أنت كلهم أعملهم هذول عليهم دائما اكتيفيرن، يعني فعلهم، اعملهم اكتيفيرن، حتى انت من تروح عد الكاسة شوفوا حتى هنا جوليت عليها خصم مكائن الحلاقة. فهنا من توصل يم الكاسة راح تكبس هنا، راح يظهر عندك هذا الكود، وراح يخصم من المبلغ مالتك. يعني هذا اليوم احنا اشترينا بثلاثين اورو، خصمنا 8 أورو، يعني 22 أورو دفعنا. فدائما حاولوا أنه تفعلون هذول الكوبونات حتى يوصلكم خصم. يعني مثلا لو كان اشترينا بمية كان راح يصير الخصم عليها تقريبا بحدود 32 أورو. فمبلغ جدا ممتاز، وأنت راح تشتري فاشتري بخصم. نقطة واحدة حاب أقولها أنه هذا التطبيق ممكن تفتح يعني بحسابك وزوجتك برقمها، أو أنه تفتح هذا التطبيق عندك وعدها وعد 3 أو 4 بالبيت، يعني نفس الحساب فقط تسجل عدهم. فهذا الشيء اللي موجود، وأتمنى تستفادون به. بنهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو واستفادت منه لا تنساني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلامة.